السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدي أعملكم، اشتريت لحمة وبدي أفرجيكم كيف بدي أفرزها لطبيخ الكفتة. تقريبا كيلو إلا ربع لحمة، نص ضمة بقدونس، بصلة صغيرة ودرسين ثلاثة توم مع ملح وفلفل أسود. نحطهم مع بعض ونبلش إن شاء الله إن نعملهم. بنضلنا نعجن فيهم لحد ما يتجانسوا مع بعض وبعدين بنكورهم. بعد ما عجناها منيح بدي احطها ايدي نتفة زيت عشان ما تلزق. نكورها حسب الحجم اللي بدك اياه. بنكورها هيك وبنحطها بالفريزر بنفس الجاط هذا، بنجلتنه بنحطه، بعد ما يجمد بنعاود بنلمه بكيس وبنخليه لحد ما بدنا اياه لطبيخنا نستعمله. خليني اخلص ان شاء الله الكمية وارجع لكم. طبعا البقدونس والبصل ما طحنتهم بالمطحنة، طحنتهم على ايدي بالمفرمة الملوخية، بتطعم اذكى يعني من ان ما نطحنه طحن ناعم، بضل طعمها باللحمة. زي ما انتم شايفين بدي اغلفها احطها بالفريزر وبس ان شاء الله اجي اطبخها فرجيكم اياها. وهيك خلصنا، وان شاء الله الوصفة بتعجبكم ويعطيكم العافية.